مهم جدا لما يكون البطل عنده 17 سنه ويقول لك اخلص كل اللي ورايا عشان ابتدي اخرج، لازم نعلم ولادنا ونقول لهم البطل العالم اللي قاعد قدامي بيقول ان احنا لازم نوفق اوضاعنا، نخلص اللي علينا كله، مذاكره، رياضه، ونبتدي نخرج. شيء مهم جدا جدا جدا. لكن دور العيله دور مؤثر جدا. دايما لما حد بيتكلم معايا مصطفى بيدي الافضليه للوالده، ودايما هو اللي بيتحرك. لكن انا شايف الافضليه هنا اول مره بابا هو اللي بيتحرك او جده هو اللي بيتحرك. الموضوع شكله ازاي؟ هو السبب عشان الرمايه، هو الرمايه اللي عملت كده. عشان جده هو اللي بادئ اللعبه في العيله، وهو اللي حببنا كلنا في اللعبه، وحبب عمامي وحبب كل اخواتي وكل الناس يعني اللي انا اعرفهم قرايبي. يعني هم اللي يعني بيتحكموا فيا يعني في الرمايه، هم عارفين ايه الصح وايه الغلط، هم اللي بيساعدوني بابايا وجدي. بابا اللي بيمرن ولا معانا مدرب؟ لا انا معايا مدرب. انا بدات مع مدرب في الاول خالص، ساعدني قوي، هو اللي خلى السكور بتاعي يطلع 17 او 18 من 25. هايل. وبعدين رحت المدرب تاني، المدرب ده قبرصي. بيقول اسماء المدربين عشان لازم تمام. لازم الناس تعرف مين المدربين. او مدرب انكل خالد ده المدرب بتاعي، هو اللي مربيني في النادي. هايل. وبعدين ده في نادي الصيد. في نادي الصيد. بعدين مدرب قبرصي اسمه كوستا، كبير قوي في السن، هو دلوقتي تعبان، بس هو اللي خلاني افهم اللعبه وخلاني يعني اعرف ايه اللعبه دي. دور مؤثر عندك في الحقيقه. هو اللي خلاني يعني اخش في اللعبه دي بروفيشنال. هو خلى مستوايا من 20 ل 21 ما شاء الله. بعدين جالي مدرب تاني، تالت مدرب عمرو ابو العز، ساعدني قوي برضو، خلى السكور بتاعي من 22 من 21 ل 22 و23. هايل جدا. وخلى السكور بتاعي الاعلى حاجه عملتها في البطوله 112 من 125. ده حاجه مهمه جدا. دي حاجه كويسه طبعا. الحمد لله. طيب انت في وسط كلامك قلت لي عندي منتال، هل انت المنتال برضو بتشتغل مع حد اخصائي معين او لا؟ المنتال انا يعني بحاول ان انا حاليا باعد خالص من العاب الفيديو جيمز. بحاول. لا 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 استنى، لا استنى. لا استنى، يعني ايه باعد من العاب الفيديو جيمز؟ يعني ما عشان ده انا بقاسي فيه مع عبدي. يعني ايه باعد من العاب الفيديو جيمز؟ لا انا بطلت العب فيديو جيمز. يعني عشان انا احس ان يعني بركز في حاجه مش مفروض اركز فيها. بالنسبه لي اركز في الدراسه او في الرمايه احسن. يعني تليفونك ما عليهوش العاب يا مصطفى؟ لا تليفوني ما عليهوش العاب خالص. لا مع ان السن بتاع كل الناس وكل الولاد، انا ابني بقول لك بطلع يعني عينيا تليفون والعاب وبيلعب على طول. طب تقول لي الولاد الصغيرين ايه؟ يعني بلاش الالعاب ليه؟ عشان ارهاق ايه بالظبط؟ يعني انا مش هضحك على حضرتك، انا كنت بلعب زمان اكيد. كنت على طول بلعب. بس لاحظت ان هي بتاخد وقت، ولاي ولد يعني بيسمعني اكيد هي بتاخد وقت منه. يعني ينظم وقته، يخلي وقته يعني يخليها ساعة في اليوم ويذاكر بقى ساعتين ثلاثة. بتاخد وقت، كانت بتاخد منك وقت كتير يا مصطفى. ايه؟ الالعاب. الالعاب كانت بتخلص يعني اليوم. بتخلص اليوم عليها. وفي الاخر ما فيهاش، اعتقدش فيها جوائز وفيها فايدة يعني. لا ما فيهاش فايدة. ما فيهاش فايدة. السوشيال ميديا ليها وقت عندك ولا مالهاش؟ انا عندي بستخدم السوشيال ميديا بس مش كتير قوي، بس بستخدمها.